كتستاهلوا ترتاحوا وتغيروا الجو في الويكاند. داكشي علاش كنقلب لكم غير على الوجهات السياحيه المثاليه في بلادنا. واليوم لقيت لكم منطقه طبيعيه كلها خضوره وشلالات متدفقه كاع ما تسخاو ترجعوا منها. داكشي علاش فين ما كنتوا اجيو خلطوا عليا دابا لمنطقه ايموزار ادا وتنان. وباش توصلوا لايموزار ادا وتنان عندكم 56 كيلومتر تقريبا من شمال مدينه اكادير على طريق اورير. تقدروا تجيو في سياره عاديه وحتى المركوب، كاين في الطاكسيات كبار او في الطوبيس ابتداء من 6 دراهم للبلاصه، ومن اورير كتبدلوا في النقل المزدوج ابتداء من 25 درهم للبلاصه. قبل ما توصلوا لايموزار ب 24 كيلومتر تقريبا كنصحكم توقفوا في لافالي دو باغادي. غتحطوا السياره في الباركينغ وغتنزلوا على رجليكم تكتشفوا علاش كيسميوها بوادي الجنه، حيت بكل بساطه وقت ما وصلتوا ليها غتلقاوها كلها خضوره، بساتين، شجر النخل، مره مره هزوا عينيكم في قبه المضايق اللي مهيبه على الواحه. كنصحكم تزيدوا تكملوا طريقكم حتى تخرجوا في مسابح طبيعيه اللي بكثره الماء ديالها مصافي الخضوره ديال الطبيعه كتعكس وسطها. وحتى ترتاحوا وتساليوا على خاطركم وتغداو خاصكم تهزوا ديك الساعه السياره وتكملوا نيشان شلالات ايموزار ادا وتنان. تماك كنصحكم تشوفوا الشلالات وهما كيتدفقوا من الفوق. وحتى تساليوا من الشلالات وما تنساوش انكم تجيو دوره حتى على الفيلاج ديال ايموزار. في لافالي دي باغادي عندكم سيركوي ديال 4 كيلومتر اللي مخير لا روندوني لكاع لي نيفو، ديروا غير بحساب حوايج اللي غادي تعاونكم في المشي. زينا ولا جيتوا في الربيع اولا في الصيف تقدروا تعوموا في وسط هاد المسابح الطبيعيه. سينو تقدروا ديروا غير اون بوتيت سيست على هاد لي هاماك ديال لي ريستوران لي جاو في جنب الواد. و الا كنتو كتفضلوا دي سيركوي ديال لا روندوني طوال تقدروا تمشيو من لافالي دو باغادي حتى للشلالات، وديك الساعه تماك تقدروا تغطسوا حتى من فوق الشلالات. وانتوما كتمشاو واحد الشلالات او فوسط لافالي دو باغادي وقت ما جاكم الجوع غتلقاو المطاعم موجودين، كاين اللي كيقاد الشواء، طواجن، عصير الليمون، اتاي اللي تشهد خاطركم. والاثمنه فراه كتبدا من 70 درهم للطاجين ديال 4 الناس. اما بالنسبه للمباته فما تهزوا ليها هم، حيت المنطقه موجودين فيها لي جيت، لي زوبرج، لي ميزون دوت اللي الليله فيهم كتبدا من 250 درهم في غرفه ديال جوج الناس وداخل فيها حتى الفطور. قولوا لي كي جاتكم طبيعه ايموزار؟ ايوا غير نساو الرجوع وباتوا هنا، حيت غدا ناويين نكمل بكم السيركوي انطلاقا من ايموزار، حيت موجوده لكم فيه جوج المفاجات. ايوا خاصكم تستناوني غدا، تبقاو على خير. سافروا نكتشفوا ونتلاقوا في بلادنا مع المكتب الوطني المغربي للسياحة.